اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، نهضر من ناحيه تقنيه. اول حاجه كنشكر اليوم كننوه وكنهني جميع مكونات الفريق على البقاء ديال الفريق في القسم الوطني الاول، ولو ما خصش تقال هذا الكلام هذا لان الفريق كبير على هاد الكلمه هذه، ولكن بحكم الضغط والاكراهات والضغط اللي كان على اللاعبين، حيت حنا هذا هو العمل ديالنا، حنا كمدربين خصنا نخليو نحيدوا اللاعبين من داك الضغط ونخليو الضغط علينا. والحمد لله اليوم توفقنا تقنيا. الفريق كان اليوم منظم من ناحيه الدفاعيه بالخصوص، كما قلت في الندوه كانت ضربه ثابته هي اللي حاولوا يرجعوا في المقابله باش يتعادلوا. كان حنا علينا مفروض علينا باش نقتلوا المقابله، باش ما يبقاش علينا داك باش نخرجوا بالحسابات بصفه رسميه، ولكن كما لاحظتوا كان واحد الضغط كبير 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 بزاف على اللاعبين، ولكن الحمد لله اليوم اللاعبين قدموا مقابلات ماشي بحال المقابله اللي جازوا. وكنتمنى باش الفريق الموسم المقبل يوجد بشكل جيد. وكنشكر بالخصوص السلطات المحليه ديال المدينه كاملين، وبالخصوص رئيس المجلس البلدي السي مصطفى البكوري، والوالي ديال الجهه تطوان الحسيمه طنجه، والعامل الاقليم والسي محمد الوليدي اللي وقف على كل صغيره وكبيره. وكنشكر حتى الصحافه لا المرئيه ولا السمعيه ولا المكتوبه ولا الالكترونيه على المجهود الكبير اللي كيقوموا ورا الفريق وكيعملوا تغطيه جميله وكيدعمونا وكيحفزونا، وشكرا لكم جميعا. التحكيم كان في المستوى، انا بالنسبه لي انا رايي الشخصي حكم كان في المستوى سير الايقاع ديال المقابله. مقابله هو بيدو كان عارف بان مقابله صعبه، ولكن انا ما عمري كنهضر على الحكام، ولكن السي بلوط اليوم قام بواحد المقابله جيده، عرف كيفاش يجري المباراه، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بقينا في القسم الوطني الاول. وشكرا.